وأبدأ معك أستاذ شوقي عبد العظيم، ما هو السبب الرئيس وراء إبرام هذه الاتفاقية، اتفاقية القاعدة البحرية الروسية في السودان؟ ما هو الهدف ولأي أغراض؟ الرغبة روسيا في الاستثمار في السودان أو يكون لها موطئ قدم في السودان قديم، وكان في وقت ماضي التنافس بينها وبين الصين على السودان، على موارد السودان وبالذات مورد الذهب ومورد النفط. وكانت لروسيا علاقات كبيرة جدا مع النظام السابق، لديها علاقات كبيرة واسعة، وكان الرئيس السابق المخلوع عمر البشير سبق وأن زار روسيا مرتين في عام واحد، وفي بعض المرات طلب من روسيا الحماية أن تحميه من الأمريكان، وكانت هذه إشارة واضحة للعلاقة بين النظام السابق والروس. ظلوا الروس في هذه العلاقة إلى أن قامت الثورة، ومن بعد الثورة بدأوا الآن يستشعروا خطر أكبر بأن المنافس في هذه المرة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكانوا لديهم معلومات بأن هذه الأمر سيتم وسيرفع السودان من الإرهاب، لذلك هم سعوا لتوقيع عدد من الاتفاقيات من بينها هذه الاتفاقية حتى يكون لروسيا سبق في مسألة في أمن البحر الأحمر، أمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر بالجانبين حتى في منطقة الخليج العربي. لذلك كان هذه الاتفاق سعت إليه روسيا بشدة، وهو اتفاق حتى الآن يكتنفه قموض شديد بما يتعلق بالسودان. هذه الرغبة الروسية روسيا نعم والمصلحة الروسية ربما ليست خافية على أحد، ولكن ما الذي يستفيده السودان من خلال مثل هكذا اتفاقية تمتد ل25 عاما؟ حتى الآن كما ذكرت لك هذا الأمر يكتنفه قموض بالنسبة للسودان، الحكومة لم تتحدث عنه صراحة، وربما تم توقيع هذا الاتفاق والتشاور حوله قبل أن تستقر الأوضاع بصورة كاملة في السودان في خلال الفترة الانتقالية. لذلك حتى نحن في الصحافة عندما نسأل عن هذا الاتفاق تكون هنالك إجابات مغتضبة. لذلك حتى الآن السودان ليس من الواضح ماذا سيستفيد من هذه المسألة، ربما التدريب والحماية وأن تكون هنالك قاعدة يستقوي بها السودان ثم تعزز علاقاته الأخرى مع الدول الأخرى. ولكن دعني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها سباق شديد في هذا الشأن في السودان، وموقع السودان السياسي هو الذي يدفع بهذا التنافس. وهناك سفينة أمريكية وصلت، وسفينة أمريكية ربما تصل غدا إلى ميناء بورت السودان.